أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة، والبداية بعناوين الصحافة المحلية. الصحوانيت: الأمم المتحدة تعلن عقد محادثات جنيف عن الأزمة اليمنية في 14 يونيو. وزير المغتربين: اتفقنا مع وزارة العمل السعودية على منح اليمنيين حق العمل في أي وظيفة في المملكة. الحكومة تتجه لترتيب عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية بالخارج. المصدر أونلاين: قصف مدفعي عنيف متبادل بين الحوثيين والجيش السعودي على الحدود اليمنية السعودية. المقاومة في الجوف تنسحب من خب الشعب بعد إلحاح السكان بتجنيب المنطقة الحرب. الضالع: اشتباكات عنيفة شرق سناح، والمقاومة تحكم سيطرتها على جبال محيطة بالمنطقة. معارك في عكل بأبين راح على إثرها قتل وجرحى، والمقاتلات تقصف اللواء 15. مصدر: عشرة الجنود بين قتيل وجريح في مقر القيادة بعد تعمد قائد اللواء تأخير صرف رواتبهم. المقاومة تصد هجوم للحوثيين في الحسوة بعدن، والطيران يقصف شمال المدينة. مدبرس البيضاء: ميليشيا الحوثي تفجر منزل أحد المواطنين في الزاهر، وتشتبك مع المقاومة في قيفة رداع، وتخسر قتلى وجرحى. قراران رئاسيان بتعيين محافظ للضالع وقائد للواء 33 مدرع. بعد انتهائه من مفاوضات مسقط، وفد الحوثيين يزور موسكو بدعوة من الخارجية الروسية. المشهد اليمني: ناطق الحكومة: لا حصانة عمانية للحوثي، ومتمسكون بثلاث مرجعيات لأية مفاوضات. الحوثيون يؤكدون رسميا ترحيبهم بمحادثات جنيف دون شروط مسبقة، ويعلنون عن وفدهم المشارك. قبائل قيفة في البيضاء تكبد الحوثيين وقوات صالح خسائر كبيرة. مارب بريس: المقاومة تسجل 316 حالة انتهاك تورط فيها الحوثيون في إقليم تهامة الشهر الماضي. عدن بوست: هروب أسرى من المقاومة من سجون الحوثيين. الإصلاح نت: إصلاح حجة، أكاذيب ميليشيا الحوثي ضد الإصلاح محاولة بائسة لتغطية جرائمها. المقاومة تطهر شمال الضالع من جيوب الانقلابيين ومقتل قيادي حوثي ومرافقيه. الصحف العربية والعالمية: الأناضول: غارة للتحالف تقتل 15 شابا في عدن، استخدمهم الحوثيون دروعا بشرية. القدس العربي: حوار جنيف اليمني هل يصبح غطاء سياسيا لحرب استنزاف عربية طويلة في اليمن؟ الشرق الأوسط: سباق مكاسب يمنية على الأرض قبل جنيف، والسعودية تسقط سكود، ووفد الرئيس هادي يتضمن 4 مختطفين لدى الحوثيين بينهم اللواء الصبيحي. الرياض السعودية: الحوثيون يخسرون أمام صمود قلعة العوالق. مقتل وإصابة 10 الحوثيين في عدن وتعز، والمقاومة في مارب ترفض مؤتمر جنيف قبل تطبيق قرارات مجلس الأمن. عكاظ السعودية: التحالف يثخن جرح الانقلابيين في شبوة وصنعاء. محللون: جنيف لوضع آليات التنفيذ وليس للتفاوض. وزير النقل بسلمة: الحكومة قبلت جنيف بعد ضمانات على أساس التزام الطرف الآخر الحوثيون وأنصارهم بالقرارات الصادرة بخصوص الأزمة اليمنية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن. البيان الإماراتية: باتريوت السعودية تسقط سكود الانقلابيين، وإحباط أكبر هجوم بري للحوثيين على المنطقة الحدودية. العربي الجديد: غارات في صعدة وتعز، ومواجهات على الحدود مع السعودية. السياسة الكويتية: بامدهف على مؤتمر جنيف إلى قضية الجنوب الاهتمام الكامل. الشرق القطرية: عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في كمائن برداع. عربي 21: حساب تابع لتنظيم الدولة في اليمن، قاسم الريمي جاسوس. جماعة الحوثي تقول إن السعودية تريد الانتقام من العلماء، والزنداني يتهم الحوثيين بمحاولة اغتياله ونسبتها للسعودية. تفاصيل خبر الشرق الأوسط: أكدت مصادر أممية للشرق الأوسط أن وفد حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي للمشاورات سيضم أسماء 4 شخصيات تحتجزهم الميليشيا الحوثية، أبرزهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني الذي اختطف لثاني مرة في محافظة لحج بجنوب اليمن، والعميد ركن فيصل رجب، ومحمد قحطان القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح، ومحمد حسن دماج عضو في حزب الإصلاح. كما يتضمن الوفد عبد العزيز جباري رئيس اللجنة الاستشارية لاجتماعات المؤتمر اليمني بالرياض، ونائبه ياسين مكاوي، ووزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي
الصباحي المقيمين في العاصمة السعودية. في المقابل سيتضمن وفد جماعة الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله الصالح كلا من محمد القيرعي وعارف الزوكا أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى القيادي محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية الحوثية العليا. عقاد السعودية. أفاد محللون يمنيون أن مؤتمر جنيف للتشاور وليس للتفاوض، وشددوا على ضرورة أن يركز المؤتمر على آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل مخرجات الحوار الوطني ووثيقة الرياض والقرار الدولي 2216. وقال المحللون لعكاظ أنه كان يتعين أن يعلن التمرد الحوثي موافقته على تنفيذ القرار الأممي قبل الشروع في هذا المؤتمر. وأكد رئيس التكتل الوطني للإنقاذ عبد العزيز جباري أن جنيف للمشاورات بين الأطراف وليس للتفاوض أو الحوار، مؤكدا أن الحوارات اليمنية اكتملت بتوقيع مخرجات الحوار وصدور إعلان وثيقة الرياض، إضافة للعديد من القرارات الدولية وآخرها القرار رقم 2216. وقال إن اليمن بحاجة إلى تنفيذ هذه القرارات والاتفاقيات وليس إلى حوارات جديدة. من جهته عبر أمين عام حركة حياد المحامي حسين المجدلي عن عدم تفاؤله بما سينتج عن هذا المؤتمر، خصوصا إذا علمنا بحقيقة رؤية جماعة الحوثي للمؤتمر، إذ ينظرون إليه باعتباره مخرجا لهم يساعدهم في الالتفاف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2216 الذي لم يتم الإعلان حتى الآن عن القبول به والالتزام بتنفيذه. الصحافة الجديدة. الكاتب والناشط النائب شوقي القاضي يكتب على صفحته في الفيسبوك: علي عبد الله صالح وعد وهدد بصوملة اليمن، وكان له ما خطط له وأراد، حيث دخلت اليمن في احتراب داخلي قتل فيه وجرح الآلاف، ونزح بسببه وافتقر واحتاج الملايين، واضطر آلاف اليمنيين إلى اللجوء إلى الصومال وجيبوتي ودول أخرى، وهو الوعد الوحيد الذي لم يخلفه بين جميع وعوده التي أخلفها. وعلى مدار 33 عاما وعد اليمنيين بمئة الوعود لم يفي منها بوعد واحد. وعدهم بالكهرباء النووية وبالسكة الحديدية وبالقضاء على البطالة ومحاربة الفقر ومكافحة الفساد وبالاستصلاح الزراعي للشباب وبأنه سيلتزم الدستور ولن يخرقه بتمديد ولاياته الرئاسية وبأنه لن يكون تاكسي للفاسدين، ووعدهم ووعدهم ولم يتحقق شيء من هذه المواعيد إلا وعد الصوملة. فعلى ما يدل هذا؟ أما الكاتب عبد الرغيب الهدياني فيكتب على صفحته في الفيسبوك: مبروك للطالع أن يتم تعيين أحد أبنائها محافظا لها بالتزامن مع تعيين قائد لوائها العسكري من أحد قاداتها المعروفين، يتناغم السياسي والتنفيذي والعسكري في تفان لأجل المنطقة والبلد عموما. أن يتم تشكيل لواء عسكري عدة وعتادا من أهلها هذا إنجاز كبير جدا، نتيجته أمن واستقرار منطقة حيوية في قلب البلد. أما في التويتر فعلى أول تغريدة للدكتور عبد الله الشايجي: مجلس الأمن يتجه لوضع رئيس اليمن المخلوع علي صالح على قائمة الإرهاب الدولي. منذ البداية يتم التعامل مع ملف اليمن بتخبط وبالتقسيط. أما مسفر من علي القحطاني فيغرد على حسابه: في بداية عاصفة الحزم كانت المعنويات عالية وأنعشت العالم الإسلامي، السؤال كيف نحافظ عليها لضرورتها في قلب المعادلات الدولية؟ وأخيرا يغرد الدكتور عبد الله النفيسي على حسابه في التويتر قائلا: مؤتمر جنيف حول اليمن إهانة كبيرة لكل من حضر مؤتمر الرياض بما فيها هادي وحكومته، كيف يعقد جنيف والحوثي وصالح على ما هم عليه؟ أي حوار هذا؟ بهذا القدر أعزائنا المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم. نلتقيكم في حلقة الغد بمشيئة الله، إلى اللقاء. Thank you.